5 الأعداء يأخذون أماكنهم. 4 لدينا على المسار أسرع 10 أجسام صنعها البشر. 3 المشجعون قلقون. الصمت يعم الملعب. 2 من سيكون الفائز؟ 1 ما هو أسرع جسم من صنع الإنسان؟ انطلقوا! في المركز العاشر لدينا صاروخ، أو بالأحرى زلاجة صاروخية تفوق سرعة الصوت، تابعة لسلاح الجوي. إنها آلية خاصة لها سكة مع محرك صواريخ، وقد تم صنعها لاختبار الصواريخ وغيرها من الأجسام الفضائية. تبلغ سرعتها القصوى 10600 كيلومتر في الساعة. إن هذه الزلاجة الصاروخية سريعة جدا لدرجة أنك لن تراها إن رمشت بعينك. تم بناء مسار اختبار بطول 16 كيلومتر، وهو الأطول من نوعه ومخصص للزلاجة خصيصا. تتقدم بفارق كبير المركبة الطائرة بلا طيار ناسا X-43A أو هايبر إكس، محتلة المركز التاسع. تطير هذه المركبة بسرعة 11000 كيلومتر في الساعة، أي أسرع 8.2 في العشرة أضعاف سرعة الصوت. ومع ذلك فإنها تتخلف عن أقرب منافسيها بمرتين ونصف. تتشارك المركز الثامن شقيقتين، المكوكات الفضائية كولومبيا وديسكفري. بالمناسبة كانت كولومبيا أول سفينة أعيد استخدامها بنجاح في تاريخ استكشاف الفضاء، وللبقاء في المدار على المكوكات الوصول إلى سرعة 28000 كيلومتر في الساعة. إن هذه السرعة ضرورية للدوران بثبات في المدار وأساسية لكل المكوكات الفضائية. يمكن للطاقم عند هذه السرعة رؤية شروق الشمس كل 45 دقيقة. أتمت المركبتان أكثر من 50 مهمة فضائية بنجاح. ونرتفع أعلى وأعلى عن الأرض، وماذا نرى هنا؟ يحتل هذا المتسابق المركز السابع بكل جدارة، أبولو 10، مركبة الفضاء التي استخدمتها ناسا للتدرب على الهبوط على القمر. عند العودة إلى الأرض من المدار القمري في عام 1969، تسببت الجاذبية في زيادة سرعة أبولو 10 إلى ما يقرب من 40200 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 122 كيلومتر. بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يحمل أبولو الرقم القياسي لأسرع مسافة سافر بها الإنسان على الإطلاق. ومع ذلك يذكر تقرير أبولو 10 أن سرعته القصوى عند دخول جو الأرض بلغت 40000 كيلومتر في الساعة. في المركز السادس بعيدا في الفضاء الخارجي يطير مسبار ستار داست الفضائي. في 1999 أرسلت ناسا هذا المسبار لجمع عينات من المذنب وايلد 2، وقد أحضر العينات إلى الأرض في 2006. وصلت سرعته في الفضاء إلى 46500 كيلومتر في الساعة، واستغرق 7 سنوات لتوصيلها. ليس سيئا، فقد حلق المسبار لمسافة 4.5 مليار كيلومتر، وهذا يساوي رحلة ذهاب وعودة من الأرض إلى الشمس 14 مرة. نحن الآن بجوار القزم بلوتو. نعم، أقصي هذا الصغير مؤخرا من قائمة كواكب النظام الشمسي. تطير حوله محطة ما بين الكواكب الأوتوماتيكية نيو هورايزنز التابعة لناسا، والتي تحتل المركز الخامس على قائمتنا. ليست سفينة فضائية، بل محطة وصلت خلال مهمتها إلى سرعتها القصوى، والتي بلغت 58600 كيلومتر في الساعة. في عام 2006 أرسلت ناسا نيو هورايزنز لدراسة بلوتو، وقد حلقت المحطة المسكينة ل13 سنة لدراسة الكوكب القزم الوحيد والبارد، لكنها في يناير 2019 طارت لدراسة أقرب كويكب، والذي كان بحسب نظريات المؤامرة طبقا طائرا حقيقيا، لكن هذا موضوع مختلف. يذهب المركز الرابع إلى فوياجر 1. تم إطلاق هذه المركبة الفضائية لدراسة الجزء البعيد من النظام الشمسي في عام 1977، وفي 2013 دخلت الفضاء النجمي.
بسرعة 61200 كيلومتر في الساعة، فإن فوياجر واحد تغطي مسافة قدرها 539 مليون كيلومتر تقريبا كل سنة، وفي 2020 ستكون على بعد 22.5 مليار كيلومتر تقريبا منا، مما يجعلها أبعد الأجسام التي صنعها الإنسان عن الأرض. من المخطط أن تكمل المركبة مهمتها في 2025، ورغم أنها لا تتفوق في سباقنا إلا أنها تستحق بجدارة لقب المشارك المثابر. لدينا في المركز الثالث مركبة غاليليو الفضائية التي صممتها وأطلقتها ناسا في 1989 لدراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري. انتهت مهمة غاليليو التي استغرقت 14 سنة في عام 2003 عندما أرسلت المركبة الفضائية عمدا إلى الغلاف الجوي للمشتري، وقبل تحطمها تمكنت من الوصول إلى سرعة 174 ألف كيلومتر في الساعة. إنها سرعة تسمح لك بقيادة سيارتك حول خط الاستواء في 14 دقيقة بافتراض وجود جسور فوق المحيطات أو من الأرض إلى القمر وبالعكس في 5 ساعات فقط. يتشارك المركز الثاني مسباران هيليوس 1 وهيليوس 2. وصل الأول إلى سرعة 238 ألف كيلومتر في الساعة، والثاني إلى 247 ألف كيلومتر في الساعة. تم إطلاقهما في السبعينيات بواسطة ناسا، ويتواجدان حاليا في مدار الشمس. يرسل المسباران معلومات عن الغبار الشمسي والعواصف الشمسية والبلازما وغيرها من المواد الساخنة. أما بطل سباقنا فهو مسبار باركر الشمسي، ومثل هيليوس يدرس هذا المسبار الشمس، لكنه يطير بسرعة مذهلة تصل إلى 343 ألف كيلومتر في الساعة. في أكتوبر 2018 حقق باركر الرقم القياسي لأقرب مسافة من الشمس، ومع كل دورة في مداره تزيد سرعة باركر، ويقدر أن تصل إلى 692 ألف كيلومتر في الساعة بحلول 2024. بشكل عام كلما اقتربنا من النجوم زادت سرعتنا. حسنا، لنقطع الاتصال عن معلق السباق. إلى اللقاء. نعم نعم. وبما أننا وجدنا أنفسنا في مساحات الفضاء الشاسعة، فمن الأفضل أن نتعرف على أسرع جسم في الكون، وبعدها سنتعرف على السرعة التي لا يمكن تجاوزها. في عام 2014 سجل علماء الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية أعلى سرعة في الكون، وكلا لم تكن سرعة طبق طائر بل قطعة بلازما انبثقت من ثقب أسود. بحسب الحسابات تتحرك هذه البلازما في دوامة وتشكل مخروطا بسرعة تقارب 9,650,000 كيلومتر في الساعة. لحسن الحظ أن هذه القوة الخارقة تبتعد عنا في مجرة أخرى تبعد 50 مليون سنة ضوئية عنا. والسنة الضوئية سأتوقف حتى لا تضجر من كل الأصفار. ببساطة المسافة التي تغطيها خلال سنة واحدة بسرعة الضوء هي سنة ضوئية، وتبلغ سرعة الضوء حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية. احسبها، هذا هو أقصى حد للسرعة في الكون. والمثير أكثر هو أنه وفقا لقوانين الفيزياء لا يمكن لأي جسم له كتلة أن يتحرك بهذه السرعة. ليس لجزيئات الضوء والفوتونات كتلة، لذلك فإنها الجسيمات الوحيدة التي يمكنها ذلك. تحتاج الفوتونات إلى 8 دقائق وعشرين ثانية فقط لتصل كوكبنا من الشمس. لكن لنتخيل أن البشر تمكنوا في أحد الأيام من صنع سفينة يمكنها الوصول إلى سرعة الضوء. صدقني ستكون هذه التجربة الأكثر إثارة للبشرية. أدعوك للركوب على متنها. سنشغل المحركات. هل أنت مستعد؟ سنزيد السرعة ونصل إلى سرعة الضوء، وتتحطم السفينة إلى أشلاء بعد ثوان. الحقيقة هي أنه عند هذه السرعة حتى ذرات الهيدروجين ستنهار بقوة كبيرة وتنتج جرعة إشعاع أقوى بعشرات آلاف المرات من قدرة الإنسان على التحمل. لم يتم اختراع درع سفينة يمكنه تحمل مثل هذا التأثير الإشعاعي القوي بعد. لنحاول.
فلاك الثاني مرة. زودنا سفينة بحقل حماية ولا يمكن لأي شيء تدميرها. نزيد السرعة مجدداً ونصل الحد الأقصى لسرعة الضوء ونتجاوزه 6500 كيلومتر في الثانية. في هذه اللحظة يحدث أمر لا يصدق، خالفنا قانون السبب والنتيجة. يجب أن يحدث المسبب أولاً لتقع النتيجة. بعبارة مبسطة، يجب أن تشعر بالجوع أولاً لكي تأكل البرجر. لا يمكن أن تأكل البرجر ثم تشعر بالجوع، لكن هذا ممكن على سفينتنا. تخيل أنه بعد تجاوز سرعة الضوء فإننا نلحق بالفوتونات التي أطلقتها شمسنا قبل 8 دقائق. تزداد سرعتنا ونتجاوز فوتونات الأمس، ثم من فوتونات من قبل أسبوع وقبل شهر وقبل سنة. في الواقع أصبحنا نحلق عبر الزمن إلى الماضي. عندما نقترب من سرعة الضوء يتباطأ الوقت على سفينتنا، وعندما نتجاوزها يعود الزمن للوراء. لكن هذا ليس الأمر الأسوأ. بحسب نظرية نسبية، كلما زادت السرعة زادت كتلة الجسم وتقلص حجمه. ستصبح سفينتنا ثقيلة وصغيرة إلى ما لا نهاية. هل تعرف ما يحدث عندما يصبح أي جسم ثقيلا إلى ما لا نهاية؟ نعم، ثقب أسود. سيبدأ ثقب أسود ضخم في امتصاص كل شيء حوله، وسيزيد بشكل غير متناهٍ. لا يبدو هذا جيدا، أردنا الطيران وحسب. حتى لو اخترعت البشرية وسيلة للسفر بهذه السرعة فلن نحتاج إليها. سنتعلم التغلب على الفضاء بمساعدة منافذ جحور الأرانب، وبفضلها سنتمكن من التنقل حول الكون في ثانية. أذهل كل ذلك عقلي، ماذا عنك؟ في الختام، إن كنت قد تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر أن تبقى على الجانب المشرق من الحياة.